بتتكلم وناس عماله شايفه ان اداء النادي الاهلي كان كويس لكن ما كانش فيه حلول فتره، شايفين ان مستر كارتيرون شاف عدد كبير من اللعيبه. خلينا نكون واضحين، يعني خلينا نكون واضحين ان النادي الاهلي عنده يعني معترق من المباريات في الفتره القادمه، وكمان مباراه الترجي اللي جايه. شوفوا المسافه، فرق 3 ايام بس بين المباراه دي والمباراه دي، فبالتالي الامور برضو لازم تاخد يعني طب هنطلع تليفون مهم ونرجع تاني نتواصل. روح بسرعه سريعا لمعسكر الفريق وخذ منا شريف شعبان. مساء الفل يا شريف. مساء النور شباب، مساء حضرتك، تحيه حضرتك وكل اللي فاضي عليك في كل مكان. شريف، اكيد عايزين نطمئن على مران اليوم واخر اسعارات الفريق. استاذ ايهاب، يمكن مران اليوم بدا في الخامسه مساء، يمكن ابتدى المران بغيب خاص من حراسة المرمى. يمكن مصطفى كمال كان بيعمل فقره الحراس، شارك فيها محمد الشناوي وعلي لطفي واحمد طارق، وطبعا شريف اكرامي ما شاركش في هذه التمرينات، يعني شريف شارك في التمرينات الخاصه بالاستشفاء اللي كان شارك فيها شريف اكرامي ومحمد هاني ومروان محسن ومؤمن زكريا ومحمد نجيب وايمن اشرف وسعد سمير واحمد حمدي، اللي شاركوا امبارح في المباراه عملوا تمرينات استشفائيه وبطلات لوحديهم. يمكن كان في الكابتن مصطفى كمال كان عامل تمرين قوي جدا للشناوي وعلي لطفي واحمد الطاري. يمكن السوليه اشترك في جزء من التمرين البدني، ولكن مستر كارتيرون فضل بعد ما اتكلم مع دكتور الفريق انه ما يكملش التمرين الكره، وبدا يشتغل بعد تمرين البدني تمرينات خاصه مع الكابتن طارق عبد العزيز. يمكن باقي النهارده شارك في التدريبات الجماعيه، كان في تقسيمه لباقي اللاعبين وكانت تمرينات قويه جدا، وكان المدير الفني للنادي الاهلي اشتغل على بناء الهجمات والكرات العرضيه وتميز فيها طبعا اكثر من لاعب. ويمكن الكابتن احمد فتحي النهارده ادى تدريبات في اجيم ما اجراش التدريبات مع الفريق. يمكن دي كانت ابرز كواليس التمرين. طمني بالذات على الشريف على الكابتن احمد فتحي، يعني عندنا اتصالات وكلمات ومسجات وحتى الناس طبعا. يمكن الحاله النفسيه طبعا احنا فاتحين من لعيبه كبار طبعا، مصر لعيب قوي ما شاء الله، بدلين نمسك الخشب، هي كدمات خفيفه وبطوش خفيفه جدا، لكن الحمد لله يعني الناس اللي بتحبه ودعاء الجماهير اللي بتحبه، اللاعب سليم بدنيا جاهز طبعا، يعني حاجات خفيفه جدا، يعني صدمات خفيفه، رتوش خفيفه جدا، ما تمنعوش خالص، حالته النفسيه طبعا قويه. احمد فتحي من اللاعبين الجامدين جدا طبعا اللي بتعود عليها جماهير الاهلي الفتره الاخيره، ولكن بطمنك حاله احمد فتحي مستقره جدا جدا، وباذن الله هيشارك بقوه ويكون نجم من نجوم مباراه الاهلي والترجي الترس القادمه باذن الله. طبعا اكيد يعني تعادل الامس يعني له شكل سلبي، ولكن الاجواء داخل المعسكر والنهارده في التمرين، هل حصل ان في حديث عن مباراه الامس ولا خلاص دي صفحه وانطوت والتركيز في مباراه الترجي؟ يمكن امبارح بعد المباراه كان المدير الفني مستر كارتيرون كان زعلان جدا وقال ان اللعيبه كلها زعلانه، ولكن خلاص صفحه وانطوت، النادي الاهلي كل بطوله على حده، من النهارده يوم جديد، تفكير في بطوله جديده، تفكير في صداره المجموعه، تفكير في الذهاب الى سوسه والفوز على الترجي في عقر داره والرجوع بالثلاث نقاط وصداره المجموعه، ده تركيز النادي الاهلي النهارده، ما فيش حديث خالص عن البطوله العربيه النهارده، مش حديث خالص عن فقدان التعادل بالامس، خلاص صفحه اتقفلت امبارح، اليوم ابتدى التركيز لمباراه الترجي. اشكرك زميلي شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي في معسكر الفريق وكل التوفيق.